لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا أحييكم في هذه الحلقة العملية وليس النظرية لمناسك الحج. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني خذوا عني مناسككم، احنا بنتكلموا عن ناحية العملية وليس النظرية بإذن الله كما وعدتكم في الحلقة الأولى. طبعا احنا إن شاء الله تعالى شرحنا مسألة العمرة وانتهينا من العمرة وقلنا خلاص احنا في اليوم واحد من الحجة أو اثنين من الحجة، والحمد لله بعد ما طفنا وسعينا وقصرنا من الشعر للرجال والمرأة أخذ قيد أنملة، عشنا عادي زينا زي الناس ونحينا الأحرامات ولبسنا ملابسنا العادية. اليوم احنا في اليوم الثامن، اليوم الثامن من شنو؟ من الحجة، وهو يوم التروية. يوم التروية هذا إخوتي أخواتي وعمي الحاج وعمتي الحاجة ويعني خالتي الحاجة وكذلك الشباب اللي بيمشوا مع أبائهم مرافقين، يعني اليوم هذا اليوم التروية يوم عظيم. هذا يعني يوم يتجهز فيه بإذن الله سبحانه وتعالى للذهاب لمنى. طبعا في مشكلة أن الليبيين ما ياخدوش فيهم لمنى، يرفعوا فيهم لعرفة، لكن يعني لابد أن نحرم من هذا اليوم. مثلا وأنا بعد ما صليت الفجر في جماعة في الحرم نرجع، ويعني حسب الترتيب الرحلة نجهز نفسي بارك الله فيكم ونفعل كما فعلت في بيتي المرة الأولى. شن ندير؟ اللي هي الغسل وحلق، إذا كان فيها حلق لشعر الإبط والعانة والأظافر والأخذ من الشارب، نعاود نفس اللي درته في الحوش، وكذلك الغسل الشرعي اللي ذكرته لكم في الحلقة الماضية. الغسل الشرعي اللي ذكرته في الحلقة الماضية بارك الله فيكم، الإنسان يغتسل، الغسل الشرعي للرجال وللنساء الزوز مع بعضهم بارك الله فيكم، وقصدي يغتسلوا، هذا يغتسل الغسل الشرعي والمرأة كذلك تغتسل الغسل الشرعي. ثم بعد ذلك الرجل يتطيب زي ما دار في البيت المرة الأولى، يتطيب طيب يكثر من الطيب. قلت لك من النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطيب عائشة حتى يرى لمعان، كان يلمع شعره من كثرة المسك صلى الله عليه وسلم، وجسمك كله إلا الإزار والرداء، رد بالك اطيبهم بارك الله فيك. ثم نلبس الإزار والرداء زي ما لبسناه المرة اللي فاتت، والمرأة كما هي رد بالها تطيب. التطيب للمرأة لا يجوز، أنه يحرم عليها التطيب في الأيام العادية، فبالك في الحج والعمرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتلبس لباس العادي إلا القفازين وكذلك النقاب، وقلنا إذا كان المرأة تنتقب وتبيش الناس يشوفوها، أو أنها يعني كما ذكر جمهور العلماء المرأة إذا كان جميلة يعني تنتقب أو تلبس الخمار، ف يعني تسدل تنحي هذا البرقع أو النقاب وتسدل على شعرها ورأسها يعني قطع من القماش سوداء بيضاء كما تشاء بارك الله فيكم. إذا الآن بنوريكم زي ما وريتكم المرة فاتت كيف لبسنا الإزار والرداء. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والآن نلبس الإزار زي ما لبسناه في العمرة وإحنا في الحوش بارك الله فيكم، بنلبس الإزار نفس الطريقة بارك الله فيكم. طبعا الإنسان يتجرد راهو، هذه السورية اللي لبسها غير بنوريكم بس يعني، وإلا يتجرد من كل شيء، لا تيشيرت ولا كناتيرة ولا سورية ولا سروال ولا الملابس الداخلية، كل شيء يتجرد منها الإنسان. أما المرأة كما هي في ملابسها العادية بارك الله فيكم. إذن نأخذ هذا الطرف من الجهة اليسرى، هدايا هو، شوف الطرف الأيسر هذا نأخذه يكون صغير وهذا أطول، وهكذا نأخذه من هنايا نخليه طلع من هنايا ونشد وبس تبرمه مرتين ثلاثة بإذن الله سبحانه، ما يتنحاش بإذن الله. وخلي رجليك واسعات، علاش تخلي رجليك واسعات؟ مش خطوتك تولي واسعة ما يضيقش عليك، لو درتها وانت رجليك مسكرات هكذا فتبدأ تمشي يعني في ضيق وهذا صعب. فإذا هذا هو الإزار بارك الله فيكم. أنا الآن لابس الإزار، وفي بعض الناس يحط البوت اللي هو الحزام الأبيض هذا ممكن يحطه بارك الله فيكم، لأن يخاف ممكن رجل كبير أو أنه يطيح منه ما يعرفش مثلا يشد كويس، فلا بأس به بإذن الله عز وجل. الآن بنوريكم كيف تلبسوا الإزار.
أو الرداء، الرداء لبسناه، لأن بنوريكم كيف تلبسوا الرداء إن شاء الله تعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. والآن هذا هو الرداء، احنا قلنا طرفين بس الإحرام، الإزار والرداء. إذن بسم الله، بسم الله، خلاص ما فيش انطباعة. بعض الناس طول ما هو في الحج وهو منضبع يكشف اللي هو الكتف الأيمن، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بارك الله فيكم. إذا خلاص طول ما فني يوم 8، احنا يوم التروية يوم 8 ذو الحجة، معناها يوم 8 بنقعد هكي، و9 و10 ثلاث أيام بس، هذا هو أيام اللي بنقعد فيها بهالطريقة هي. ويحافظ الإنسان على إزاره وعلى ردائه. طيب احنا قلنا الآن نبو نمشي وين؟ نبو نمشوا إلى ميناء، احنا هذه السنة، لكن الغالب الحجاج الليبيين يأخذوا فيهم إلى عرفات، نظرا لا أدري الاتفاق اللي صاير مع لجنة التفويج والتحجيج أو مع المطوف، شيء قديم يا ريته يغيروه للناس، يغيروه للليبيين. لماذا يأخذونهم إلى عرفات؟ يا ريته يأخذهم إلى ميناء حتى يقوموا بهذه الشعيرة. بعض أهل العلم يقول بأنها واجب الذهاب المبيت في ميناء، وحتى تكون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عموما ما تضيقش على نفسك إذا كان الجماعة وماشيين كلهم إلى عرفات، فتذهب معهم يوم يعني يوم التروية. عموما هب أن احنا مشينا إلى ميناء، وبنشرح على أساس احنا مشينا ميناء، واحنا ماشيين لميناء بنباتوا هذيك الليلة وبنصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبنصلوا الفجر في الثاني يوم. طبعا قبلها وني في الفندق وركبت للدابة وركبت للباص، قول لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم حجة، خلاص لما لبست ثانية وجهزت نفسي في نية لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم حجة، كان ما قلت لا رياء فيها ولا سمعة. طيب حتى العمرة قول اللهم لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، وكذلك إذا قلت لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. طيب وأنت جالس طبعا تبدأ تلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. المسألة سهلة ويسيرة ما شاء الله. ثم تذهب إلى ميناء أو يدخلون لعرفات، نقول نمشي لعرفات ما فيش إشكال إن شاء الله تعالى، ما نديروش مشاكل، والإنسان مع الجماعة دائما. إذن وإحنا في الطريق نلبي، نلبي يوم التروية، ويوم طبعا قلنا نصلوا في ميناء، نصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ونصلي ماذا؟ نصلي كذلك الفجر. ولا إذا كان مشيت لعرفات يوم الثامن يوم التروية نصلي هذه الصلوات يعني. طيب قصرا، ثم بعد ذلك شنو نديرو؟ جاء يوم عرفات، يوم عرفات يوم عظيم. طبعا التلبية والذكر والاستغفار اجتنب المشاكل والعراك على الأماكن وعلى هذا الفراشي وهذه مختي وعلى الطعام وعلى الشراب ما يصح، وما يرد فيه بإلحاد بالظلم ذق من عذاب أليم. إياك حتى تفكر في المعاصي والذنوب، احذر احذر، في المسألة خطيرة جدا، لأنها يعني اللي حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هذه أعظم شيء. فالإنسان بعض الناس والعياذ بالله يتخاصم هو ورفاقه وأصحابه وأصدقائه، ويرجعوا بدل ما يجوا متحابين يجوا متفارقين، مسألة خطيرة جدا، بارك الله فيكم، انتبهوا لها. إذا ليعلم الله من يخافه بالغيب، دائما تخاف الله بالغيب سبحانه وتعالى. فإذا احنا اليوم يوم عرفة، يوم عرفة طبعا نمشوا يوم عرفة ونذكر الله ونسبح ونلبي، وكذلك تستمع لخطبة الخطيب، خطيب يوم عرفة، وبعد الخطبة تجلس للذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يوم عظيم، هذا يوم تتضرع فيه إلى الله عز وجل، الله يتنزل لسماء الدنيا ويباهي بنا الملائكة، الله سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة، جاءوني شعثا غبرا. فانظر إلى هذا اليوم العظيم، لا تضيعه في الأكل والشرب والضحك واللعب، وإنما بين الذكر وبين رفع الأيدي للدعاء والتضرع، تدعو لنفسك ولأهلك ولوالديك ولزوجك وأولادك وجيرانك وأحبابك، تدعو أن ينجيك الله من النار وأن يتقبل الله
منك مثل هذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ما تضيعش هذا اليوم يا أيها الحاج أيها الحاجة، يا أبي وأمي ويا أبوي ويا أمي، رد بالكم، وأخي وأختي، الجميع يتضرع في هذا اليوم البكاء ويعترف بذنبه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن بين الذكر وبين الحديث أحيانا، وبين الاستغفار وبين التسبيح وبين التهليل والتكبير، لأن احنا خشينا في عشر ذي الحجة كذلك، يعني الحج عرفة وتذكير من الدعاء والاستغفار، حتى إذا جاء مثلا بعد الغروب، غروب الشمس، وننزل وننفر من عرفات، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ونذهب إلى مزدلفة. ونحن ماشيين لمزدلفة طبعا بنصلوا طبعا في عرفات الظهر والعصر قصرا وجمعا، أو جمعا وقصرا مع الإمام أو الخيمة، كل مجموعة تصلي وحدها، لأن العدد كبير جدا، ما نستطيع أن نصلي في المسجد والمسجد بعيد وحر، فصلي في مكانك. ثم نذهب إلى مزدلفة إن شاء الله بعد الغروب، بارك الله فيكم. وإن استطعنا أن نبيت في مزدلفة طيب، وإن لم نستطع، وعند المالكية لا يبيتون إنما بقدر حط الرحال، ننزل ونحط الرحال متاعنا ونصلي المغرب والعشاء، ثم ننفر بعد نصف الليل، يعني حتى ما تمشيش عليك الحافلة وبيلقوك بعدين، تمشي معهم ومعليش إن شاء الله في سبيل الله عز وجل. والإنسان يتحمل يعني ترك بعض السنن أو بعض الواجبات، يعني لأنه هو ليس في مقدوره، والواجب إن استطعت أن تفعل أفعل، إن لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن استطعت أن تبيت فتبيت حتى يسفر الفجر، تصلي الفجر هناك في مزدلفة، وتقف عند المشعر الحرام كما قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وتدعو بالمشيئة، تستغفر، وعند شروق تمشي إلى وين؟ نمشي إلى رمي جمر العقبة بإذن الله سبحانه وتعالى. الرمي في هذا اليوم عندنا نرمي جمرة العقبة فقط، جمرة العقبة. طبعا بعض الناس يلتقط الحصى من مزدلفة، ليس شرطا، إنما التقطه من أي مكان حتى في الطريق، ما فيش مانع. لا، بعض الناس لابد من مزدلفة، لا، ليس واجب، حتى في منى بإذن الله سبحانه وتعالى تلتقطه، وهذه ثبت فيها الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول لي بلال وهو على المنقطة: التقط لي في منى، التقط لي يا بلال، فما فيش مانع بارك الله فيكم، يعني أو التقطت فلا بأس إن شاء الله تعالى، تلتقط سبع حصيات لهذا اليوم وتمشي لي جمرة العقبة. وهو بعض الناس يقولوا الشيطان، هذا من قال لك الشيطان؟ احنا نرمي امتثالا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقبله سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن احنا نمتثل فقط وناخذ هذه الحصيات ثم نرمي جمرة العقبة. وكل يعني سبع حصيات، خلي واحدة احتياطي معك او اثنين، لعلها واحدة ما تجيش في الحوض. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبع مرات بارك الله فيه. وبعد هذا يعني أنت تكون دفعت يعني الكوبون، عندك كوبون بتاع كأنك ذبحت، يعني اللي هي قدمت هذا الكوبون، أو تذبح بروحك، فيه صعوبة شوية، تمشي إلى المزرعة تذبح. فإذا هذا اليوم نرمي فيه، وهو يوم الحج الأكبر كما قال الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يحسبوا يوم عرفات، يوم الحج الأكبر هو ماذا؟ هو يوم العيد، هو يوم، لأن علاش حج الأكبر؟ لأن فيه كل المناسك، فيه كل المناسك، رمينا جمرة العقبة، ثم تمشي تحلق شعرك، والمرأة تأخذ من شعرها مرة أخرى، والهدي إذا كان تذبح الهدي، والطواف بالبيت العتيق، طواف الإفاضة هذا ركن، طواف الإفاضة هذا ركن، ما فيش الضباع، نمشي بإذن الله سبحانه وتعالى، ونطوف كما طفنا في المرة الأولى، نبدأ بالحجر الأسود، الله أكبر، نكبر ونطوف. فإذا وصلنا إلى بارك الله فيكم، إذا وصلنا إلى الركن اليماني، من الركن اليماني إلى الحجر الأسود، ماذا نقول؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ننتهي، نمشي مقام إبراهيم، نقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ونصلي ركعتين، الأولى الفاتحة قل للكافرون، والثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، ثم نشرب زمزم، ثم نذهب إلى السعي، ونفعل كما فعلنا في المرة الأولى، نصعد الصفا ثم المروة، والذكر والدعاء. إذا صعدنا الصفا نقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نبدأ بما بدأ الله به، وقال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وندعو جهة الكعبة
نفعل ذلك 3 مرات ثم نذهب إلى المروة، نبدأ بالصفا وننتهي بالمروة ونكون قد انتهينا من هذا، وننزع خلاص نلبس يعني حتى لو كان أنا مثلا رميت ومشيت حلقت يجوز لي أني أنحي كل شيء بارك الله فيكم، نمص الطيب وكذلك إلا النساء، النساء اللي تحل إلا بطواف الإفاضة بارك الله فيكم. إذا هنا نكون قد انتهينا من مناسك الحج وإحنا في اليوم 10 بارك الله فيكم. إذا بعد ذلك نمشي وين؟ إلى منى، نبات 3 أيام في منى، نبيت ماذا؟ 3 أيام في منى إن شاء الله تعالى. وعندك يوم 11 و12 هذا نرمي بعد صلاة الظهر، نمشي لرم نرمي الصغرى والوسطى والكبرى بارك الله فيكم، كل واحدة 7 حصيات نكبر في كل حصاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه في الصغرى ها رمي جمرة الصغرى بارك الله فيكم، ثم الوسطى ثم الكبرى. بعد أن تم من الصغرى نقف ونتوجه إلى القبلة بارك الله فيكم وندعو الله سبحانه وتعالى، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. إذن احنا الان خلاص انتهينا بارك الله فيكم، نحن اليوم في اليوم 10 نرجع بعد ما طفنا طواف الافاضه وسعينا بين الصفا والمروه، نرجع الى منى، وعندنا اليوم 11 واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. وبذلك عندنا فقط في منى ذكر واستغفار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل طواف البيت والسعي بين الصفا والمروة وكذلك رمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. إذن هذا كل الذي نفعله هو إقامة لذكر الله عز وجل، فنذكر الله سبحانه وتعالى. فإذن يوم 11 من منى، يوم 11 ذي الحجة وإحنا في منى، بعد الزوال بعد أذان الظهر نذهب ونبدأ، ينتهي إلى المغرب أو ينتهي إلى حسب أقوال أهل العلم إلى قبيل الفجر وغير ذلك. فالمهم نرمي إن شاء الله تعالى الصغرى والوسطى والكبرى، فإذا رمينا الصغرى بعدها نقف جانبا تجاه الكعبة وندعو الله بما شاء، ندعو الله سبحانه وتعالى، ثم نذهب إلى الوسطى ونرميها 7 حصيات ثم نقف وندعو بما شاء، ثم الكبرى وانتهينا. كذلك نعيد هذا اليوم 12 من ذي الحجة، ولا بد إذا كان تبي تطلع أطلع قبل المغرب، إذا كان تبي تكمل دير اليوم 13 جاء المغرب لابد أن تبقى في مكانك وترمي يوم 13. وبهذا نقول قد انتهينا من مناسك الحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم. ولعل الإنسان إذا قام بهذا العمل خالصا لوجه الله على سنة رسول الله أن يرجع كيوم ولدته أمه إذا لم يفسق ولم ماذا؟ إذا لم يفسق ولم يقول الفجور والفسوق، وإذا لم وإذا خاف الله بالغيب سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وإلى لقاء آخر، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد